أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قابلت أحد زملائي في الكلية فقال لي: لماذا نكثر اليهود والنصارى ولماذا نخطئهم؟ فهم ولدوا في بيئة كافرة فكانوا كذلك، ويقول: لماذا نخطئ ما في التوراة والإنجيل؟ لا اتركه، لا عبرة بك له، هذا جاهل، والجاهل ما تبن طاولة، هذا جاهل ما يدري، اتركه. نعم.